الآن يعقد اليوم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية بحضور عدد من الجهات المعنية والمسؤولين. هذا وكان مدبولي قد أعلن في اجتماع سابق لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية أنه تم التنسيق بشأن تأسيس مباني الوزارات والمباني الحكومية، كما تم أيضا الاتفاق بشأن استكمال أعمال الميكنة الخاصة بالحي الحكومي، وكذلك تنسيق أسعار الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وطرق السداد. استقبلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عميد كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة دكتور حسين أمين لبحث سبل التعاون في مؤتمر مصر بداية الطريق. وخلال اللقاء أكدت مكرم أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الأفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الأسيوية، مشيرة إلى أنه يأتي أيضا في إطار إعلان السيسي عام 2019 عاما للتعليم وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ أسوان والسفير السويسري بالقاهرة على اتفاقية بعنوان برنامج لإدارة مياه الشرب في صعيد مصر. هذا ويهدف المشروع لتوفير مياه شرب نقية لأكثر من مليوني شخص على مدار مدة البرنامج وهي 8 أعوام. وأوضح وزير الإسكان أنه يتم تنفيذ البرنامج في الفترة من 2019 حتى 2027 على عدة مراحل، وهو ممول من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون دولار أمريكي. أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإيرانية لا تتطلع إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. وأكد المتحدث في تصريحات إعلامية أن طهران لا تعير الكثير من الاهتمام بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالمهم هو تغيير نهج وسلوك الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن دول جنوب الخليج من أهم الدول المجاورة لإيران، موضحا أن فكرة اتفاقية عدم الاعتداء ليست جديدة، فقد تم عرضها في السابق من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف. قتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في غارات جوية منفصلة شنها سلاح الجو الأمريكي على إقليم نانغرهار شرق أفغانستان. وأكد بيان صادر عن مكتب حاكم نانغرهار أن طائرات بدون طيار نفذت الغارات وقتلت 4 أعضاء باكستانيين من تنظيم داعش الإرهابي في منطقتين منفصلتين، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة على الغارات الجوية حتى الآن.